أنا العقيد الطبيب صلاح الدين إبراهيم الطرابشي، أحد كوادر الخدمات اللي قمت بالعديد من الأبحاث. تجاوزت الأبحاث العلمية اللي قمت فيها بالتعاون مع زملائي داخل المؤسسة، داخل المؤسسات الوطنية وأيضا مع مستشفيات أخرى، تجاوز 60 بحث منشور في مجلات عالمية. هذول الأبحاث كان لهم صدى لأنهم بيشملوا أول شيء أكثر من موضوع في جراحة القلب. الخدمات الطبية لها فضل كبير بهذا الموضوع، ويعني هي الخدمات تعمل على يعني تأهيلنا وإرسالنا لمدارس ومعاهد أجنبية أيضا للتعلم ويعني اكتساب أفضل الخبرات. مؤسسة الخدمات الطبية دائما تحظى بوجود بين مؤسسات الوطن. كان لنا الفخر إنه الأردن دائما يحظى بالتمثيل في كل الجوائز والتكريمات. شعور الفوز وشعور الفوز الجماعي، يعني الفرحة اللي لمستها من زملائي كانت توازي بل وتزيد عن فرحتي، فرحة المؤسسة. يعني كان يعني هو الفوز للمؤسسة، لمؤسسة الخدمات الطبية. احنا يعني نفرح ونبتسم ويعني كثير منكون مبسوطين لما مؤسستنا الخدمات الطبية تحقق اي انجاز، لانه هاي المؤسسة اللي اعتدنا عليها دائما بالانجازات. أكيد التأثير إيجابي، أنا أكثر من صديق ويعني من أصحابي ومن الناس اللي بعرفهم سألوني عن طريقة التقديم للجائزة، هم يعني راح يبلشوا قدموا لهاي الجائزة. أكيد الأثر إيجابي على أدائي، على أداء زملائي. دائما أي جائزة أو أي تكريم بيحظى فيه الإنسان هو بيغير فيه نحو الأفضل، نحو التميز، نحو تقديم الخدمة النوعية. وفي مهنتنا بالذات بجراحة القلب إحنا نتعامل مع أكثر أنواع المرضى خطورة، وأكثر أنواع المرضى بيفرضوا علينا مسؤولية للقيام بتقديم الخدمة الأحسن إلهم. فتجد الكوادر الطبية تعمل مع بعض، بيروح فريق واحد ليل نهار. هي القصة تعود لبداية السبعينات، فعندما كنت طفل حديث الولادة كان إلي شقيق يكبرني بثلاث سنوات، كان يعاني من تشوه خلقي في القلب، وأجرى له الدكتور داود حنانية عملية قلب مفتوح في مستشفى مارك العسكري، وتكللت العملية في النجاح. فكان والدي ووالدتي لهم الحلم إنه أحد من أبنائهم إنه يصبح زي الدكتور داود حنانية أو بنفس المهنة. كبر هذا الحلم، كان أهلي دائماً يشجعوني، وأنا يعني كنت الطبيب في هاي العائلة، وكان لي النصيب أنه أمشي في هذا المجال وأتخصص في مجال جراحة القلب.